حيث انطلقت القمة الأمريكية الروسية بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين. وفي مستهل القمة التاريخية أعرب ترامب عن أمله في إقامة علاقة استثنائية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وأضاف أن التوافق مع روسيا أمر جيد وليس بالأمر السيء، ويبحث الرئيسان خلال ساعات أو خلال 3 ساعات متواصلة عددا من القضايا على رأسها الأزمة السورية وقضايا الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب في المنطقة والاتفاق النووي الإيراني والملف النووي لكوريا الشمالية، كذلك ملف جزيرة القرم والأزمة الأوكرانية، فضلا عن سباق التسلح بين البلدين وقضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية لعام 2016. ومن المقرر أن يعقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا عقب نهاية جلسة المباحثات المغلقة.